مشروع بوابة الخير الوقفي التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع كيفان، مشروع وقفي يهدف لإنشاء مركز يكون وقفاً لإقامة الأنشطة التالية: بناء المساجد والمشاريع الخيرية، توزيع الصدقات والزكوات، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، برامج الدعوة والإرشاد، مركز متخصص لرعاية الشباب، لجنة دعوية نسائية. وقد حظي المشروع بتزكية جمع من أهل العلم والفضل، منهم الشيخ طارق العيسى، الشيخ الدكتور ناظم المصباح، الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، الشيخ خالد الخراز. الآن ضع لبنة لك في هذا المشروع الوقفي من خلال أحد الأسهم التالية: السهم الماسي 500 دينار كويتي، السهم الذهبي 300 دينار كويتي، السهم الفضي 100 دينار كويتي، السهم المطلق بأي مبلغ أردت. للتبرع أونلاين عن طريق الرابط التالي، للتواصل